وأول نوع هيقابلني في types of bonds اللي هو الأيونيك bonds، وهو الرابطة الأيونية. طب الرابطة الأيونية دي بتحدث إزاي؟ عامة بتحدث ما بين metal و non-metal. يعني إذا عندي metal اللي هما على شمال الجدول اللي هو ده، شايفين ده كل ده منطقة الميتالز، ويروح يتحد مع نون ميتال ويكون عندي اتوم تانية من النون ميتال. في الحالة ديت على طول كده اقول ده عبارة عن ايه؟ ايونيك بوند، او ايونيك بوند رابطة ايونية. زي ايه مثلا؟ زي كده ال ان ايه والاف. ادي ال ان ايه، شايفين معايا؟ ادي ال ان ايه ميتال صح؟ وادي الاف فين؟ ادي الاف فين؟ نون ميتال. زي ايه كمان؟ زي ال ان ايه والسي ال. فين ال ان ايه؟ ادي ال ان ايه وادي السي ال اهي. زي ايه كمان؟ عندي الكي بي ار، هذا البوتاسيوم، في البوتاسيوم اهو، مع البي البي ار، في البي ار اهو. زي ايه كمان؟ السي اي سي ال 2، ادي السي اي، ادي السي اهي، وادي السي ال. يبقى دي كل دي عبارة عن ايه؟ ايونيك بونز. طب بيحصل ايه بقى في الايونيك بونز ديت؟ بيحصل ان يتنقل الكترون من الميتال الى النون ميتال. في الحالة دي بيحصل ايه؟ الكترون ترانسفير from metal to non metal. زي كده لو شفنا عند الرسمة اللي موجودة عند دهيت، بنلاقي انا مثلا ادي ال ان ايه ميتال، وفي عندي 1 الكترون في الاوتر شيل، شايفين اهو، فهون انا عندي اهو في الاوتر شيل في 1 الكترون. الالكترون ده هيتنقل ويروح الى الاف. يبقى اذا لما يطلع الالكترون ده يبقى على ديت ايه؟ بوزيتيف تشارج على الان ايه، وعلى الاف ايه؟ نيجاتيف تشارج. واحنا عارفين ايه؟ ان بوزيتيف مع نيجاتيف بيعملوا ايه؟ بيقربوا من بعض وبيلتصقوا بعض ويتحدوا مع بعض ويكون لي ايه؟ ايونيك بوند. lowest dot symbols ازاي هنحط الالكترونز اللي في الاوتر شيل اللي هي الفالنس الكترونز حوالين الاتوم؟ تعالوا نشوف مع بعض عن طريق مثال. لو عندي مثلا ال ان ايه، ال ان ايه فين؟ في الجروب 1. يبقى اذا الفالنس الكترون في الجروب 1 كام؟ 1 الكترون. هنحطه بدوت، يبقى الالكترون ده هنحط مكانه نقطه، يبقى كده هنحط نقطه فوق ال ان ايه، يبقى ده فالنس الكترون. طب الجروب 2 احنا عارفين انها عليها 2 فالنس الكترون. تعال ناخد اكزامبل لها السي اي، هنحط دوت فوق ودوت تحت، يبقى ده ايه؟ فالنس الكترون. تعال ناخد جروب 3، عارفين ان جروب 3 كام؟ ف 3 فالنس الكترونز، ادي الالومنيوم، هنحط 3 الكترونز، ادي دوتس دوت دوت 3 دوتس. على فكره ممكن نحط ده هنا مش مشكله، او هنا. اوكي، طب نروح لفور، عليها 4 فالنس الكترونز، يبقى ناخد اكزامبل لها الكربون. الكربون كام؟ 4 فالنس الكترونز في الاوتر شيل طبعا، نخلي بالنا. ادي 1 2 3 4 5 5 الكترونز. ادي مثلا ال N، هنحط 5 الكترونز حوالين الاتوم. ممكن نحط هنا 2، ممكن نحط هنا 2، ممكن نحط 2، ممكن نحط واحده، المهم يعني في 5 الكترونز حوالين ال N. بعد كده عندي ايه؟ الاكسجين كام الكترونز؟ 6 الكترونز في الاوتر شيل، يبقى 6 فالنس الكترونز، ادي 2 2 1 يبقى 6 الكترونز. ممكن نحط ال 1 هنا وال 1 هنا، ممكن يعني نكمل هنا ال 4 1 1 مش مشكله يعني. عندي في جروب 7 الاف، عندي كام فالنس الكترونز؟ 7 فالنس الكترونز، يبقى نحط ال 7 فالنس الكترونز. اخر جروب عندي اللي هو جروب ايه؟ 8، اللي هو النوبل جازز، اللي احنا قلنا عليه الغازات الجازز النبيله الحلوه اللي اغراضها سلميه، اللي احنا ايه عارفين انها مستقره وما بتعملش مشاكل، لا بتحب تكتسب gain electrons or lose electrons. هنلاقي مثلا لو خدنا از اكزامبل النيون، النيون عندي 8 electrons الفالنس electrons الموجوده عندي. طيب طبعا من خلال ان انا اكون عارف الفالنس electrons اعرف ايه الجروب، ومن خلال الجروب اقدر اعرف ايه الفالنس الكترون. فهمنا لويس دوت سيمبلز؟ ديبكت كومباوند فورميشن الليثيوم والفلورين.
قبل ما نبدأ، اللي في إيده قهوة، اللي في إيده قهوة دلوقتي يسيبها من شوية أو يشربها بسرعة، اللي معاه كمان نسكافيه يشربه بسرعة عشان الجزء ده مهم. واحد يقول لي كمان اللي بيشرب شاي، واللي بيشرب شاي كمان، نركز مع بعض، مهم جدا الجزء ده. جاهزين؟ نبدأ. بيقول لي depict compound formation. depict يعني وضح، مثل، ارسم. تكوين الفورميشن للليثيوم والفلورين. عشان اعمل فورميشن الليثيوم والفلورين فعندي ثلاث طرق. نمبر 1 بيسموها الالكترونز كونفيجريشن، وخدناها في شابتر 8، اللي مش فاكرها يرجع لشابتر 8 الشابتر اللي فات، او بالاوربيتال دايجرامز وكمان دي خدناها، او بلويس دوت سيمبلز اللي احنا خدناها من شويه. تعال نبداهم واحده واحده. الالكترونز كونفيجريشن، فاكرين طبعا الليثيوم. الليثيوم كام الكترونز؟ ايوه سامعكم، عليه 3 الكترونز. يبقى اذا الليثيوم لما نحب نكتب الالكترونز كونفيجريشن له يبقى عندي كام؟ 1s2 و2s1، صح كده؟ تمام. الفلورين كام الكترونز؟ صح 9 الكترونز. تعال نوزعهم، تعال نحط الالكترونز كونفيجريشن. هذا الفلورين يبقى كام؟ 1s2 وبعد كده 2s2 وبعد كده ايوه صح، 2p. يبقى 2p كام فيها باقي الالكترونز اللي هو 5؟ فكيل بي كام؟ اقصى ساعه لها كام؟ 6 الكترونز. هو حد ينسى؟ تعالوا نطلع بقى الفورميشن هيحصل ايه؟ عشان عارفين الليثيوم ميتال وده ايه؟ نون ميتال. يبقى يحصل ايه؟ في 1 الكترون هيروح الى الفلورين عشان يكمل بي، يبقى كده الفورميشن. ده الليثيوم هيطلع منه 1 الكترون، وطالما لوس 1 الكترون عليه ايه؟ 1 بوزيتيف تشارج. اذا ترتيب الالكترون او الالكترونز كونفيجريشن يبقى كام؟ s2 وخلاص، ال 2 s1 لوس 1 الكترون. ويروح الالكترون ده الى الاف، طالما الالكترونز راح للاف يبقى عليها ايه؟ 1 نيجاتيف تشارج. اذا الالكترونز كونفيجريشن يبقى كام؟ 2s2 1s2 2s2 2p كام؟ 6 هنا الكترونز. ده بيسموه الكترونز كونفيجريشن اللي احنا خدناه طبعا. طب الاوربيتال دايجرامز، اول واحد الليثيوم، عشان نحطه بالاوربيتال دايجرامز ادي الليثيوم، ادي ال 1s عليها 2 الكترونز، نحط 1 الكترون اب and 1 الكترون داون، كل نص سهم من دول 1 الكترون، وال 2s ادي ال 1 الكترون. طب الفلورين، تعال نحطهم، يبقى الفلورين 1s ادي 2 الكترونز في الدايجرام، وادي 2s 1s فيها 2 الكترونز، ال 2s فيها 2 الكترونز، ال 2p فيها 5 الكترونز. لما يحصل الكومبينيشن او اللي هو يحصل الرابطه الايونيه، يحصل ايه؟ ان الليثيوم لوس 1 الكترون، يبقى الدايجرام عندي 1s2 وبقيتهم، والفلورين نوزع باقي الالكترونز 1s2 الكترونزهم و2s2 الكترونز، وبقيه الالكترونز 6 الكترونز في ال 2p. ادي الالكترون اللي هو طلع منين؟ من الليثيوم هنا، ده اللي راح هنا. فهمنا الالكترونز كونفيجريشن والاوربيتال دايجرامز. تعال نكمل اللويس دوت سيمبلز نمبر 3، اللي هي طريقه لويس دوت سيمبلز اللي كنا خدناها من شويه. وهنا هنحط ايه؟ الفالنس الكترونز حوالين كل اتوم. يعني مثلا ادي الليثيوم، الليثيوم في جروب 1 عليها ايه؟ 1 فالنس الكترونز، وكمان الفلورين عليها كام فالنس الكترونز؟ 7 فالنس الكترونز. الالكترون اللي موجود في الليثيوم اللي في الاوتر شيل هيروح يكمل 7 الكترونز عشان يبقى 8 الكترونز، ويبقى كده. يبقى اذا الليثيوم لما يطلع منها الالكترون عليها 1 بوزيتيف تشارج، والفلورين يكمل 8 الكترونز وعليها ايه؟ 1 وعليها نيجاتيف تشارج. تعال نشوف السؤال ده مع بعض بيقول ايه. بيقول يوز بارشال اوربيتال دايجرامز اند لويس سيمبلز تو ديبكت. ديبكت يعني قلناها ان هي عشان توضح، عشان ترسم، عشان تبين. The formation of Na وعليها 1 positive charge and O الاكسجين عليها 2 negative charge ions from the atoms and determine the formula of the compound formed. وكمان عايز يطلع ايه؟ المركب اللي اتكون. يبقى انا عندي ثلاث حاجات، ارسم
البارتشر اوربيتال دايجرامز وكمان اللوست سيمبلز، وعايز كمان الكومباوند فورم المركب اللي اتكون. طب نبص كده عندي هنا اهوت ال ان اي في جروب 1 يبقى عليها ايه؟ 1 فالنس الكترونز صح؟ طيب وعندي كمان الاكسجين، الاكسجين في جروب كام؟ جروب 6 سامعكم، عليها كام فالنس الكترونز؟ ايوه صح عليها 6 فالنس الكترونز. طيب انا عندي هنا هو 2 نيجاتيف تشارج على الاكسجين، يبقى انا محتاج 2 من ال ان اي. تعالوا نبدا نحل. اول حاجه تعالوا نرسم البارشال اوربيتال دايجرامز. البارشال اوربيتال دايجرامز انا عندي كام الكترونز في ال ان اي؟ 11 الكترونز صح؟ يبقى انا هرسم الالكترونز كونفيجريشن واخد الليفل انرجي الاخير كده. يبقى ال ان اي هاخد الليفل انرجي 3، عندي كام الكترونز؟ 11 الكترونز، هوزعهم الاقي عندي في 3s في 1 الكترون اللي هو فين؟ ده الفالنس الكترونز اللي هو حر اللي هيطلع بعد كده، و 3p فاض. كمان محتاج ايه؟ صح محتاج ان ايه كمان. يبقى انا عندي ان ايه فيها 1 الكترون، مش انا محتاج 2 الكترونز على الاو. طيب نرسم كمان الاكسجين، الاكسجين كام؟ ايوه 8 الكترونز، هاخد البارشل الاخير. يبقى انا عندي البارشل الاخير اللي هو 2s فيها 2 الكترونز تعبت كلها، وال 2p تعبي لي ال 4 الكترونز اللي فاضيين، وعارفين طريقه التعبئه ازاي. هيحصل ايه دلوقتي؟ هيتنقل الالكترون في ال 1s عشان يكمل لي هنا، وهنا ال 1 الكترون ده عشان يكمل لي هنا، ويكمل لي ال 8 الكترونز عشان يعبيهم على اخرهم. مش احنا قلنا عشان الاتوم تستقر بتلجأ للأوكتت اللي هو عبارة عن ايه؟ 8 الكترونز كده. هيتنقل الالكترون ده هنا والالكترون ده هنا، ونشوف الريزلت هيطلع ازاي. يبقى انا عندي هنا الاكسجين عليها 2 بوزيتيف تشارج، واتكملت ال 8 الكترونز هنا، وال 2 ان ايه وعليها 1 بوزيتيف تشارج. تعالوا بقى نعمل اللي فات ده بطريقة لويس اللي هو دوت سامبلز، اللي انا بعمل بحط ايه؟ دوت او دوتس حوالين الاتوم. اول حاجه عندي ال ان اي، ان اي لوحدها كان عندي 1 هنا 1 الكترون، وعلى ان اي هي ال ان اي هنا عليها 1 الكترون، والاكسجين كان عليه كام؟ ايوه 6 الكترونز. يبقى هنحط كام؟ 6 دوتس حوالين الاكسجين. يتنقل الالكترون من هنا زي ما عملنا اللي هناك بالظبط، والالكترون من هنا عشان يكمل لي ال 8 الكترونز. يبقى اذا كده هنروح الالكترون ده هنا والالكترون ده هنا عشان يطلع في الاخر ايه؟ 2 ان اي، ونحط براكت كده 1 بوزيتيف تشارج، والاكسجين او كمل ال 8 دوتس اللي هو 8 الكترونز، ونحط براكت كده اللي هو سكوير براكت و2 نيجاتيف تشارج. فاضل حاجه كمان اللي هو ايه؟ اكتب له الكومباوند اللي اتكون. الكومباوند اللي اتكون هيبقى كده ان ايه وعليها 1 بوزيتيف تشارج، او وعليها 2 نيجاتيف تشارج. يبقى اذا المركب اللي اتكون نبدل التكافؤات، يبقى هنا وقت يبقى ايه لو حطينا من غير طبعا اشارات، هنا واحد وهنا اتنين، يبقى ان اي 2 او 1. ال 1 طبعا ايه؟ اوعى حد يكتب ال 1 يبقى كده المركب في الاخر ان اي 2 او. اوكي النوع الثاني من البونز اللي هي الكوفالنت بونز، اللي هي الروابط التساهميه. والروابط التساهميه غير الايونيك بونز. احنا قلنا في الايونيك بوند بيحصل ايه؟ ترانسفير الكترونز، الالكترونات بتتنقل. هنا لا، بيحصل شير كل الكترون في مكانه، بمعنى ان كل اتوم تساهم بالكترون. وعامه الشيرنج الكترونز او الكوفالنت بونز بتبقى ما بين نون ميتال مع نون ميتال، ودي عشان كده لما نيجي نشوف الكوفالنت بونز غير الايونيك بوند. الايونيك بوند كنا قلنا ايه؟ ميتال مع نون ميتال، لكن في الكوفالنت بوند بتبقى نون ميتال مع نون ميتال. طيب الكوفالنت بونز لها نوعين، يا اما تكون بولر كوفالنت بوند، يا اما تكون نون بولر كوفالنت بوند. طيب البولر كوفالنت بوند عامه بتبقى ذرات مختلفه، يعني مثلا ايه؟ هم طبعا نون ميتال، بس ممكن تبقى مثلا كربون وكلورين، كربون وفلورين كده. يعني مثلا الكربون والاكسجين ده بولر كوفالنت بوند، الكربون مع الكلورين بولر كوفالنت بوند، الكربون مع الفلورين بولر كوفالنت بوند، لانهم ايه؟ مش متساويين في الالكترو نيجاتيفيتي، مش متساويين في الالكترو ايه؟ نيجاتيفيتي.
طب لو خدنا بقى النون بولر كوفالنت بوند هتبقى نفس الاتوم، بمعنى ان هتلاقي عندك مثلا مولكيول الهيدروجين لهم نفس الالكترون نيجاتيفيتي، يعني متقسمين بالظبط الاثنين قد بعض بالظبط، الالكترون نيجاتيفيتي لا يقدر يستقطب الكترون ناحيته قوي ولا الثاني يقدر يستقطب ناحيته بالظبط، يعني يبقى الايه العمليه تلاقيها في النص هنا وبين. يبقى اذا المولكيول الهيدروجين نون بولر كوفالنت بوند، كمان الاكسجين نون بولر كوفالنت، النيتروجين نون بولر كوفالنت بوند. تعال نشوف البروبرتيز اوف كوفالنت بوندز، البوند اوردر والبوند لينث والبوند انرجي، كل واحده فيهم قد ايه قيمتها قد ايه. قبل ما نبدا نشرحهم تعالوا نبص مع بعض كده، لو انا مثلا انا واحد معانا حبل، الحبل ده طوله مثلا 5 متر، كل واحد شادد فينا الحبل من ناحيه، ممكن لو شدينا الحبل مع بعض يقطع ولا لا؟ لانه ضعيف صح، لانه طوله طويل 5 متر. طب لو انا بقى تنيت الحبل ده وصغرته طوله شويه وعملته دبل، يعني عملته حبلين، هتقوى الرابطه ولا لا؟ الحبل هيقوى ولا لا؟ اجي اشد من ناحيه واشد من ناحيه بقى اقوى شويه، مع اننا قصرنا الحبل. طيب لو جيت بقى عملت اكتر من كده وعملته 3 حبال، يعني قصرت شويه الخمسه متر وبدل ما عملتهم حبلين لا عملتهم 3 حبال، خليت مثلا كل حبل متر ونص فرضا، يعني بقوا 3 حبال. في الحاله ديت لو انا شديت من ناحيه وهو شد من ناحيه الحبل اقوى بالرغم ان هو قصير. فهمنا الحته دي؟ تعالوا بقى نشرح ونفهمها. اول حاجه بيقول لي هنا البوند، انا عندي السنجل بوند وده الدبل بوند وده التريبل بوند، ده الحبل الفردي وده الحبل اللي احنا زوجناه وده الحبل التاني. حلو، بنيجي نبص ان الافريج بوند لينث طول الرابطه، بنلاقي هنا في السنجل بوند الرابطه طويله اقل منها شويه، الدبل اقل منها التريبل. حلو، بنلاقي ان اللي هو الرابطه السنجل بوند بما انها طويله بنلاقي قوتها او الافريج بوند انرجي لها بتلاقي اقل، يعني 358. هيزيد في الدبل بوند الانرجي لها اللي يبقى 745، هيزيد الانرجي لها فين؟ في التريبل بوند. يبقى يعني اذا كل ما بيزيد طول الرابطه بيقل الانرجي، وكل ما يقصر طول الرابطه يزيد الانرجي. ترانس اند الكترونيجاتيفيتي، علاقه الالكترونيجاتيفيتي بالاتوميك سايز. قبل ما نبدأ الكلام ده تعالوا نشوف مع بعض، لو أنا مثلا في طفل، الطفل ده مع أمه والطفل بيلعب حوالين أمه، لو الطفل ده بعد عنها مثلا مسافة 10 متر، سهل إن حد ممكن يستقطبه ولا بحيث إن هو يعني يقول له تعالى أو يفقد الولد أو يروح بعيد عنها صح؟ لكن لو هو قريب منها بيلعب حواليها مثلا بمسافة 0.5 متر يبقى هو قريب منها جدا، يبقى من الصعوبة ان حد يجي يخطفه او حد مثلا يتوه منها او يروح بعيد عنها. لو انا بقى جينا نمثلها بالالكترون، الالكترون اذا كان بعيد عن النيوكلس يعني في الاوتر شيل بعيد قوي، يبقى في الحالة دي سهل انه يفقد، سهل ان حد يستقطب، سهل ان الالكترون ده يطلع. بينما اذا كان الالكترون قريب جدا من النيوكلس من الصعوبة ان هو يعني عايز مجهود او عايز الكترون نيجاتيفيتي اكبر عشان الالكترون ده يتنقل الى اتوم تاني. نفس الفكره بالنسبه للالكترون نيجاتيفيتي والاتوميك سايز، كل ما بيزيد الاتوميك سايز كل ما بتكبر حجم الذره، في الحاله دي هتبقى الالكترون نيجاتيفيتي بتقل، لكن تزيد الالكترون نيجاتيفيتي اذا صغر حجم الاتوم، يعني هتلاقي في الاتجاه ده. اول حاجه قبل ما نشوف التيبل عندي بيقول لي قدره الذره واللي هو الالكترونيكتيفيتي وعلاقتها بالاتوميك سايز، ان قدره الذره على اكتساب الالكترونات بتزيد كلما صغر نصف قطر الذره. يعني هنا هو لو بصينا للبريدكتيف بالشكل ده هنلاقي هنا احنا عارفين ان هنا الاتوميك سايز كبير في الاتجاه ده، بينما لما بنتجه فوق بنلاقي ايه الاتوميك سايز صغير، فبنلاقي الالكترونيكتيفيتي هنا
هتزيد لما بيزيد بيقل نص قطر الذرة، بالتالي بيحتاج هنا الكترونيجاتيفيتي أقل عشان يفقد إيه الكترونز. لو بصينا طبعا إيه عندي هنا النوبل جاز اللي إحنا قلنا عليها اللي هي جروب 8، الجروب النبيلة الحلوة اللي ما فيهاش مشاكل، مالهاش سلبية كهربية لأن عناصر مستقرة أصلا، فمالهاش سلبية كهربية، بتقف لحد مين؟ الإف. تعالوا نشوف السؤال ده مع بعض. بيقول using periodic table rank the bonds، رتب يعني البونز of each set لكل مجموعة من اللي جايين دول in order of decreasing bond length، يعني من الأكبر للأصغر من ناحية البوند length، وكمان decreasing من الأصغر للأكبر، من الأكبر للأصغر البوند strength للست دول ال SF وال SBR وال SCL، B دبل بوند سي او وسنجل بوند سي او وتريبل بوند سي او. فاكرين البوند لينث والبوند سترينث اللي كنا على شرحناهم من الجدول؟ تعال نجاوب كده مع بعض. يبقى اول حاجه عندي الست الاولانيه هيبقى عندي الاس اف من ناحيه السترينث ربطتها اقوى من اس سي ال، ربطتها اقوى من اس بي ار وهي اقل واحد. طب من ناحيه اللينث هيبقى طول الربط عندي ال SBR أطول، أقل منها شوية ال SCL، أقل منها ال SF. طب الست التاني اللي هو فيه الدبل بوند والسنجل بوند والتريبل بوند، من ناحية ال Strength كنا قلنا إن التريبل بوند تبقى أقوى، أقل منها الدبل بوند، أقل منها السنجل بوند. ومن ناحية ال Length بيبقى السنجل بوند هي أطول والدبل بوند أقل شوية والأقصر اللي هي التريبل بوند. اخر حاجه عندي في البوند اللي هي الميتاليك بوند اللي كنا قلنا عليها، الميتاليك بوند بيشبهوها بالظبط، بيقول الكترون سي موديل، وهنعرف ليه الكترون سي موديل دلوقتي. والدبل والميتاليك بوند عامه ايه الدبل بوند الميتاليك بوند عامه بتبقى ميتال مع ميتال. لو بصينا للرسم اللي قدامي ديت، خدنا مثلا السوليد ميتال حته حديد كده او حته ايه ميتال صلبه، ودخلنا جواها وفتحناها هنلاقي عبارة عن positive charge متكررة وكمان negative charge متكررة، وده اللي بيعمل لي ايه السطح الميتال الصلب جدا. طب لو بصينا بقى هنا وقت الميتاليك بيقول لي ايه، الميتاليك bond used to describe the collective sharing of sieve valence electrons، بيشبهها كده بالبحر لانها متكررة ومتكررة، ونلاقي ان الالكترونز عندي تبقى حر عشان تعمل لي delocalized electrons. فبيقول لي metallic bond used to describe the collective sharing of a sea of valence electrons between several positively charged metal ions. ولو جينا نبص نلاقي خصائص معينة كده للmetallic bond، بنلاقي ان هي strength بتطلع ان هي قوية، كمان ال high melting and boiling point بتتمتع ان هي لها نقطة أو درجة ذوبان عالية جدا، وكمان درجة غليان عالية جدا، وكمان good conductor of electricity موصلة جيدة للكهرباء وكمان للحرارة، وكمان ميلابول يعني سهل لنا أتنيها وأطيعها زي ما أنا عايز. وعشان كده لأننا ممكن نستخدم الميتاليك بوند إننا نعمل ألوي اللي هي السبائك، نحط مثلا حديد على نحاس على كذا عشان يطلع على حاجة صلبة جدا، زي مثلا كده التروس مثلا بنلاقي عندنا هنا في كوبر نسبته مثلا من 75 ل 95، كمان 10 تيتانيوم، ممكن التصاط اللي هي التيفال والكلام ده ممكن بيتعمل من نسبه الحديد كذا ونسبه الكربون كذا، فلما بنخلطهم مع بعض بيطلع لي ايه ميتالز، حاجه صلبه او سوليد ميتال عن طريق ايه الميتاليك بوند.